السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم المصور ايوب، مو مصور اليوم، بلاد يعقوب. اليوم طالعين رايد فريق قرن بايكرز التابع البصره بايكرز، اريد عندهم فعاليه يبون يصبغون مركز الشرطه مال القرن، فخلوكم ويانا لنهايه الفلوج. I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. اليوم قام فريق بصرة قرن بايكرز للدراجات النارية الهارلي والسياحية بنشاط سنوي، وهو استقبال لعيد الشرطة يوم 9. وقام فريق بصرة القرن بايكرز بإعادة صبغ واجهية قضاء مركز القرن بالتعاون مع العقيد حسام والعقيد وليد، والحمد لله والشكر قام الفريق بإنجاز هاي المهمة. وإن شاء الله يوم 6 كانوا عندنا استعراض للجيش وإحنا في خدمة الوطن. قواهم الله شباب، قواهم الله. سيستار قواك الله، سيستار. عاش الكافر، عاش. إن شاء الله روح الدوائر الدولة كلها يسر. إن شاء الله.